مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل الانطلاقات والتحديات على أرضية هذا الميدان، ميدان الإهباب لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ينطلق شوطنا السادس المخصص لفية الجعدان. الحقائق مسافتنا هي 3 كيلومترات. ينطلق هذا الشوط يحمل الأسماء ويحمل الشعارات. تبدأ مع المركز الأول ليجد شاهين عبد الله بن مبارك بن عامر الأحبابي، يتقدم مع البداية مع المركز الأول. المركز الثاني هناك الوصول والانطلاق من قبل شاهين هزاع بن قاصب بن محمد البرطماني، يأتي على المركز الثاني. المركز الثالث هناك المبعد خرب بن راشد النايلي الشامس، يأتي على المركز الثالث. المركز الرابع يصل شعار محمد بن راشد بن مرخان الاكتبي، وخامس المراكز يأتينا بهذا الانطلاق مناور محمد بن عمران بن خليفة. هناك الشامس يأتي بهذا الانطلاق الممتاز، ولكن وين العودة إلى الصدارة؟ عودة إلى المركز الأول شاهين عبد الله بن مبارك بن عامر. هناك الأحبابي يأتي مع البداية، يأتي مع المركز الأول منطلقا مع الصدارة، منطلقا مع شاهين. روح يا الأحباب روح، الأسماء قادمة والانطلاقات أيضا حاضرة بهذا التحدي الممتاز. شاهين نزاع بن قاصب بن محمد البرطماني يأتي على المركز الثاني. المركز الثالث الدكتور قادم مع مناور سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي قادم، والمركز هناك الخامس يصل في هذا الانطلاق شيبون علي بن عبد الله بن عدن الاكتبي، يقدم شيبون بهذا الانطلاق الممتاز. ولكن هناك البداية مع المركز الأول، وارصد لي القادم. هناك أدهم عتيج ومطر بن حسن الكبيسي قادم بالانطلاق الممتاز. هناك البداية مع الأحبابي مع شاهين عبد الله بن مبارك بن عامر الأحبابي، يأتي مع الصدارة، يأتي مع المركز الأول، يأتي مع مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني هناك الوصول مع أدهم عتيج ومطر بن حسن الكبيسي، وأيضا الأسماء قادمة. المركز الثالث هناك مناور سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي قادم بالانطلاق الممتاز. المركز الرابع يصل شيبون علي بن عبد الله بن معدن، والمركز الخامس يأتي بهذا الانطلاق الممتاز شعارك يا بن حميدان قادم بكل قوة. ولكن بداية هذا الانطلاق أدهم مع المركز الأول مع هذا الانطلاق الممتاز. هناك عتيج بن مطر بن حسن الكبيسي، والمركز الثاني مناور سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي الدكتور قادم بكل قوة، قادم مع هذا الانطلاق الممتاز بهذه اللحظات. وشاهين هزاع بن قاصب بن محمد البرطماني قادم مع المركز الثاني، بدأ ينطلق بهذه اللحظات، بدأ ينطلق بهذا الأداء الممتاز، بهذا الانطلاق المميز. ولكن الكبيسي في اللحظات الأخيرة، هناك عتيج بن مطر بن حسن الكبيسي، ولكن البرطماني قادم على المركز الثاني، قادم هنا بهذا الانطلاق الممتاز. أهل ميدان الأبيض بالفعل حاضر مع شاهين هزاع بن قاصب بن محمد البرطماني، وأيضا الكبيسي. اللحظات الأخيرة، اللحظات المميزة، اللحظات الحاسمة لناموس هذا الشوط. ولكن مولع أشعل نار المنافسة، ولع الشوط بالسلامات. سلام عبد الله بن علي بن محمد بن حميدان يؤكد هذا الفوز والانتصار. بن حميدان يؤكد هذه النوعية مع مولع عبد الله بن علي بن محمد بن حميدان، يأتي مع المركز الأول. وسلامي العوير على الفوز والانتصار وعلى هذا الأداء ليقدمه مولع مع المركز الأول. المركز الثاني هناك الوصول مع انطلاقة أيضا أدهم عتيج ومطر بن حسن القبيسي المركز الثالث، شعار علي بن سلطان بن رشيد المركز الرابع، هناك الشعار ايضا بالضبيعه. مشاهدينا متابعينا الكرام، تهاني الناموس لمالك مولع عبد الله بن علي بن محمد بن حميدان. التوقيت هو 4:39. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، وعلى انتزاع ايضا مولع عبد الله بن علي بن حميدان هذا الفوز والانتصار. سبحت
بيتك شيء وشيء.